اتفاقات يحضر فيها اللاعبون الإقليميون ويغيب عنها السوريون. خبر اليوم: المعارضة السورية تحذر من محاولات تفتيت القضية السورية. وفي بقية الخبر: قراءة فيما شهده الميدان السوري من متغيرات سياسية وعسكرية يبدو أنها تصب في صالح تفكيك الملف السوري وإخراجه من بحث عملية الانتقال السياسي إلى ميادين الحلول التقنية والأمنية. أهلا بكم مشاهدينا إلى بقية خبر جديد، أنا وائل تميمي. حذرت المعارضة السورية مما وصفتها بمحاولات تفكيك القضية السورية، مؤكدة أنها تملك تصورا تفصيليا لعملية انتقال سياسي تنهي الحرب الدائرة في البلاد. تحذيرات المعارضة ترتبط بجملة متغيرات شهدتها الساحة السورية، التي كان من بينها إقرار اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب سوريا وحديث في لبنان عن قرب حسم معركة عرسال. فما خيارات المعارضة السورية؟ وهل تحولت محادثات جنيف إلى مجرد لقاءات دورية لا يمكن أن ينجم عنها انتقال سياسي حقيقي في سوريا؟ من جنيف إلى أستانا ثم عودة إلى جنيف مرة أخرى، اجتماعات ولقاءات ووسطاء دوليين، مؤتمرات تلو المؤتمرات كادت أن تنسي المتابعين والمهتمين المغزى الأساسي منها على كثرتها وانحرافها عن المسار، بل إنها بدت نقاطاً على حروف عملية تمييع القضية السورية وملفها في المحافل الدولية. أستانا تبدأ وتنتهي مع طلوع الشمس وغروبها، لكن هل من مخرجات أو نتائج قابلة للتطبيق على الأرض؟ ثم في سيناريوهات نافذة أخرى تأتي دول عظمى وتجتمع وتقرر وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، وما ذلك إلا لإبعاد ميليشيات دول مقاتلة على أرض سوريا عن خطوط الحدود السورية مع دول الجوار. وكأن الملف السوري برمته تحول إلى مجموعة من الصفقات لا علاقة لها بسوريا والسوريين أصلاً، أو أن أطرافاً تريد التعامل مع كل منطقة من مناطق سوريا بحسب مصالح الدول المحيطة بها. المعارضة السورية، ذلك المكون الأساسي منذ البداية في المسار السياسي لحل الأزمة، باتت في أضعف حالاتها مع المستجدات التي عصفت بالمنطقة مؤخراً، لا سيما الأزمة في منطقة الخليج. لكن على الأرض يحدث شيء آخر، ففي دول الجوار شيطنة للاجئ السوري، على الأرض محاولات حثيثة لإعادته إلى وطنه المسلوب من نظام لم يعدم الوسائل في القمع والتعذيب مستعيناً بدول وقوى خارجية. على الأرض لاجئون تقطعت بهم السبل وقيل لهم ارجعوا حتى وإن كان الثمن من دمائكم. إعادة قسرية تلك التي يجري الحديث عنها، إما لأغراض سياسية أو دعائية لا تخدم إلا طرفاً واحداً هو الجلاد على الأغلب. ومع كل هذا الهرج والمرج حول ما يحدث في أروقة السياسة والاجتماعات، تزحف أرتال النظام ومعها إيران إلى محافظة دير الزور، وكأن الأسد يقول للعالم إن الحل لن يكون إلا عسكرياً في هذا البلد. معي من باريس الكاتب والمعارض السوري ميشيل كيلو. أستاذ ميشيل، عندما نسمع أصوات سوريين كثيرين في الواقع تجأر بالشكوى والخوف مما آلت إليه القضية السورية، مما يصفونه بالتمييع والتفتيت، هل هذه المخاوف مشروعة برأيك أم أن فيها بعض المبالغة؟ هلق لو كان، أول شيء تحياتي لكم. أهلاً. لو كان من يقولون هذا الكلام يقومون بواجبهم على خير وجه تجاه القضية السورية كانوا يكونوا ربما محقين. أما أننا ذهبنا إلى جنيف كي نشكل هيئة حاكمة انتقالية بتراضي طرفين متحاربين يتحاربان، يعني كان هناك من البداية استعصاء بتشكيل هذه الهيئة لأن تشكيلها توقف على رضا الطرف الآخر، ورضا الطرف الآخر كان يعني عمليا أنهم سيزيحون بشار الأسد وسيقبلون بانتقال ديمقراطي، يعني رضا الطرف الآخر مستحيل.
ثم حاول العالم أن يجد مدخل غير الهيئة الحاكمة إلى مفاوضات جدية في جنيف، وهذا أيضا أغلق في أكثر من مكان إلى أن خطر ببيلاروس برنامج يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة بشار الأسد، ثم تجرى انتخابات رئاسية تحت إشراف موظفين الأمم المتحدة في سوريا الذين لديهم جميعهم موافقات من المخابرات السورية على العمل في سوريا، يعني هن بيشتغلوا مع المخابرات السورية، بدهم إذن انتخابات تحت إشراف المخابرات السورية. واليوم يعني أغلقت كل الأبواب. أخيرا وجدوا هذا المخرج أن يكون هناك بناء على ورقة أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية قبل أكثر من عام اسمها ورقة ترامب، تقول بأنه المدخل إلى السلام لا يمكن أن يكون إلا بفصل القوات المتحاربة عن بعضها، تشكيل كيانات، تكريس كيانات للأطراف المتصارعة، ثم مع الزمن تدخل هذه الكيانات في مفاوضات، والمفاوضات نرى عن ماذا ستتمخض. إذن هناك تأجيل لجنيف، هناك تأجيل لوثيقة جنيف، هناك تأجيل للمفاوضات، ريثما تكون تكرست هذه الحالة التي رأينا بوادرها الأولى في جنوب سوريا بالاتفاق الأمريكي الروسي الأردني على إقامة منطقة. من أهم علاماتها، من أهم علاماتها أريد أن أقول أن هناك خطوطا حمراء وضعت لوجود إيران في سوريا، علما بأن إيران تقول أن سوريا هي المحافظة 35 من محافظاتها. وضع لأول مرة خطوط حمراء بتراضي روسي أمريكي لوجود إيران في سوريا في هذه المنطقة، وليس فقط المعارضة يقول أن هذا كان مطلبا إسرائيليا أستاذ ميشيل، تحديدا إبعاد إيران وميليشياتها من الحدود، مطلب إسرائيلي يقال هذا، مطلب إسرائيلي وهو مطلب سوري أيضا. يعني نحن كمان لنا مصلحة أن تبتعد إيران عن مليونين بني آدم موجودين اليوم أو سيوجدوا بعد 20 بعد كم شهر بالمنطقة، وتبتعد يبتعد حزب الله وتبتعد الميليشيات العراقية وإلى آخره. أن الولايات المتحدة وكأنها تقول لإيران وللنظام افعلوا ما شئتم، تتفرج عليهم وهم يتقدمون نحو دير الزور وهم يحضرون شيئا ربما للغوطة. لا 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 عزيزي، فقط لا. ابتعدوا عن الحدود مع إسرائيل. يا صديقي العزيز، بالوقت الذي وضعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية خط أحمر لإيران في الجنوب، وضعت روسيا خط أحمر لتركيا في الشمال. يعني الدولتين الكبيرتين تفاهمتا على تحجيم دور الدولتين الإقليميتين، القوى الإقليمية وأنشطة في سوريا. هذه مسألة مهمة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. طبعا أنا لا أقول أنه نحن يعني صرنا هلا بالجنة، بس أنا أقول لازم نشوف الواقع كما هو. حاج نحكي لغة قديمة لم تجدي شيئا، لم تفضي إلى شيء، لغة شكوك ولغة هواجس ولغة تتبع تلحق الوقائع ولا تستبق، لغة لا تتخذ أي ترتيب ولا أي تدبير كي تحصن الوضع الذاتي، كي ترتب الأوضاع الذاتية. وضع خط أحمر لتركيا أمريكي في الشمال وخط أحمر أمريكي روسي لإيران في الجنوب، هاي واقعة مهمة. وفي الشمال لا يوجد إسرائيل. طيب أستاذ ميشيل، أنت لا تدعو إذن قوى المعارضة السورية سياسيا وعسكريا للتعاطي مع هذا الواقع الجديد ربما الأمريكي الروسي ببراغماتية؟ عزيزي أنا أدعو إلى، ستنتخب مجالس محلية تشرف على إدارة هذه المنطقة، أنا أدعو إلى انتخاب مجالس محلية من قوى ديمقراطية تعيد رهان ومعادلات الثورة الأولى بديل النظام الديمقراطية. إذن قوى ديمقراطية تشكل وحدة واحدة بقيادة الائتلاف على خط سياسي يتمسك بجنيف، وعندما سيكون هناك إشراف دولي على علاقات بين هذه المناطق وبين النظام، على هذه المناطق أن تدار باعتبارها مناطق فيها سلطة ديمقراطية بديلة للنظام، وأن تكون متماسكة، وأن يعاد الناس إليها، وأن يكون فيها شعب سوري مرة أخرى، وأن يعاد العمل بإدارتها باعتبارها مناطق محررة. هذا المطلوب اليوم بالحقيقة أكثر ما مطلوب أنه طيب اتفقوا الأمريكان والروس ونحن نرفض ونحن لا نقبل. طب أوكي لا تقبلوا شو بيصير؟ يعني أنتم رفضتم في الأستانة 4 وقالوا لكم طلعوا مع السلامة، اليوم رفضت إيران وتركيا وقالوا لهما مع السلامة. هناك إذن قرار دولي علينا أن نأخذه بعين الاعتبار. أنا لا أقول علينا أن ننصاع له، أنا أقول علينا أن نستعد
كي نرى ما فيه من إمكانيات ومن ممكنات قد تخدم قضيتنا. إذا كانت لا تخدم نعارضه ونقاتله ونعبئ ضده، لكن بعد أن نرى ماذا علينا أن نفعل ونقوم بالتواصلات الضرورية على الأرض ونختار فعليا مجالس ديمقراطية موحدة متماسكة تتبنى خياراتنا السياسية، ترحيل النظام، تطبيق قرار وثيقة جنيف إلى آخره. أنت تتحدث أستاذ ميشيل إذا فهمتك بشكل صحيح عن انتخابات ديمقراطية لإدارة المناطق الآمنة التي جرى الاتفاق عليها في أستانا، صحيح فهمي لك؟ سيدي العزيز، سيكون هناك بقرارات أستانا انتخابات لمجالس مدنية محلية، انتخابات لمجالس مدنية محلية. هذه الانتخابات إذا أخذها الإسلاميون راحت سوريا، راحت سوريا نهائيا. إذا أخذت التنظيمات الإرهابية التي حرفت الثورة عن سبيلها كثورة حرية إلى ثورة دينية مذهبية متعسكرة راحت سوريا. لذلك علينا أن ننتخب وأن نعمل كي ينتخب في هذه المناطق عناصر وقوى وتيارات وحركات وممثلين للديمقراطية السورية كي نعود إلى المعادلة الأولى للثورة. بالثورة أول أيام الثورة كان المعادلة إذا ذهب النظام ستأتي الديمقراطية، بعد ظهور المتأسلمين صار إذا ذهب النظام سيأتي الإرهاب فوقف العالم ضدنا. اليوم عندنا فرصة مرة أخرى أن نستعيد هذا الرهان، إذا ذهب النظام هناك قوى ديمقراطية في المجالس في قرار دولي بتشكيلها. أين أستاذ ميشيل أين تقصد؟ يعني هل سيسمح النظام لمجالس محلية أن تتشكل في دير الزور مثلا أو في حلب وقد استعادها؟ وين؟ كل المناطق عزيزي، كل المناطق التي اعتبرت مخفضة التصعيد اللي هي مناطق آمنة بالمفهوم الأمريكي سيكون فيها انتخابات تحت إشراف يعني الدولي، تحت إشراف محايد وليس النظام. النظام لن يكون داخل هذه المناطق نهائيا. طيب إذا ما الفائدة من مفاوضات جنيف وقد بدأت قبل عدة أيام إذا كان الاتفاق الروسي الأمريكي في مكان آخر؟ سيدي العزيز، هذا اتفاق أولي، هو خطوة أولى بين القوتين الكبيرتين حول ضاجوا من سوريا، ملوا من سوريا، تعبوا من سوريا، حول خطوة مهمة قررت أن هناك ثلاث محافظات يجب أن تكون فيها ظروف آمنة. هذا رهان بالنسبة لنا كي نثبت جدارتنا الوطنية. أنا لا أقول أن الأمور رايحة على السمن والعسل، أنا أقول إذا لم نتصرف هذه المرة بطريقة صحيحة الأمور رايحة على كارثة. اليوم هناك كلام صريح كان من بشار الأسد، نحن سنذهب إلى جنيف للإعلام وللدعاية، جنيف ليس له قيمة. اليوم هناك شيء يحدث على الأرض هو شكل من أشكال المدخل إلى تطبيق جنيف. هل نحول نحن إلى مثل هذا المدخل أم نقول لا؟ هذا تقسيم وهذا مرفوض وهذا غير مقبول، ثم سيصعد إلى المجالس من لا يمثلون الثورة وستكون هناك الكارثة الكبرى بالحقيقة. طيب ماذا عن مصير بشار الأسد؟ يعني سمعنا الوزير ريكس تيلرسون بعد لقاء فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ما زالت تؤمن بأن عائلة الأسد ستخرج في النهاية من سوريا وأن العالم لن يقبل بسوريا بقيادة الأسد. هل تصدقون الأمريكيين هذه المرة بصراحة؟ أنا لا أصدق أحد على الإطلاق، لا الأمريكيين ولا الروس ولا العرب ولا أي أحد على الإطلاق. بعد 7 سنوات من الكوارث ما عدنا نصدق حدا. أنا أقول أن الأسد سيذهب بقدر ما نستطيع نحن أن نخلق الظروف والشروط الضرورية لذهابه. إذا ما قدرنا نخلق هذه الشروط الأسد لن يذهب حتى لو كان الأمريكان ضده. طيب المعارضة السورية بتشكيلاتها السياسية والميدانية قادرة على تقديم هذا النموذج وتقديم بديل عن الأسد برأيك بوضعها الحالي الذي تعرفه أكثر من أي شخص آخر؟ يا عزيزي بدون أي شك هناك وضع ذاتي مشين للمعارضة السورية فظيع قد ما وضع متردي، وهناك ظروف موضوعية ليست لصالحها لأن وضع الذاتي متردي. ماذا نفعل إذا لم نرمم أوضاعنا، إذا لم نتوحد، إذا لم نطور أساليب للعمل السياسي يمكن أن توصلنا إلى أهدافنا، إذا لم يكن لدينا رؤية للوضع الدولي مناسبة وصحيحة ولدينا أجوبة مناسبة وصحيحة، إذا لم نعبئ قوانا هناك اليوم بعد حلب وهزيمة حلب
وبعد أن تبهدل المتعسكرون المتأسلمون وعادت حركة طويلة عريضة داخل سوريا تتخلق شيئا فشيئا، تقول البديل الديمقراطي الشعب السوري واحد نريد حرية، لم يرفع فيها ولا علم أسود، كل أعلام خضراء للثورة. اليوم لدينا هذه الفرصة كي نراجع مسارنا، كي نرتب أمورنا ونرتب أوضاعنا، وثق أن أوضاعنا لو كانت مرتبة لن يستطيع أحد أن يتجاوز ما نريد. ربما لا نحقق كل ما نريد لكن أحدا لن يتجاوز ما نريد. تذكر تجربة منظمة التحرير بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانهيار العالم العربي، وجدوا أن أوضاع منظمة التحرير التي أصبحت فعليا خارج أي ميزان قوى مرتبة ومنظمة بطريقة تحتم إعطائها شيء ما كي يمكن يعني تحييدها، كي يمكن انهاء يعني مرحله من 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 الصراع في فلسطين. نحن اوضاعنا الذاتيه رديئه، اذا لم تكن اوضاعنا الذاتيه جيده لن يعطينا احد شيئا، شغله بسيطه لن يعطينا احد شيئا حتى لو كانوا بيحبونا. طيب استاذ العالم من عليه اذا الآن لم تستطع انت بوضعك ان تؤثر على مصالحهم لن يعطوك شيئا. من عليه الان من قيادات المعارضه السوريه ان يتخذ زمام المبادره لترتيب الوضع داخلي المهترئ كما تعرف، من عليه أن يقوم؟ هناك دعوات بين السوريين لو سمحت لي لعقد مؤتمر سوري عام، هل تؤيد دعوة كهذه مثلا؟ لا، أنا بعتقد أن الجهة المسؤولة عن ترتيب أوضاع السوريين هي الجهة التي تمثلهم بشكل أساسي، الائتلاف اللي أنا معت فيه، وأن على الائتلاف أن يدعو إلى لقاء سوري مع كل أشكال التنظيمات السورية، مع القضاة والمحامين والأطباء والشرطة والممرضين والمهندسين والإداريين والمجتمع المدني والصحفيين والكتاب، لقاءات متتابعة تقر فيها وثيقة وطنية كبرى يعقد على أساس مؤتمر وطني، ويقال للعالم هاي نحن بوضعنا الجديد وهذه مطالبنا، لن نتنازل عنها ولن نتراجع عنها، وعليكم أن تأخذوا بعين الاعتبار أن الشعب السوري بكل تشكيلاته وتنظيماته وتمثيلاته لا يقبل بشار الأسد ولا نظام بشار الأسد، وأن هذه الأزمة نحن على استعداد لأن نعيش 20 سنة معها إذا كانت مطالبنا لن تتحقق. طيب. هذا لازم يبادر الائتلاف له، الائتلاف عليه أن يبادر إلى إجراء حوار وطني واسع. سيد الرياض عليه أن يدعو لذلك أستاذ ميشيل جديدة. مين عزيزي؟ رياض سيف. بعتقد أنه قيادة الائتلاف يجب أن تدعو لذلك، هناك أطراف أخرى بالمعارضة السورية عليها أن تدعو لذلك، الأحزاب، التكوينات، هيئات المجتمع المدني، ولكن علينا أن نبادر أخيرا. بكفي نقول كلمة صارت خطوة، هي بدها تدمرنا وهي بدها تموتنا وهي بدها تقسمنا وهي بدها تشقفنا ونحن لا نفعل شيئا، بالآخر ستدمرنا فعلا وستشقفنا فعلا وستكسرنا وستقسمنا إذا لم نقم بجهد ما. طيب، هل يمكن للمعارضة السورية أن تقوم بهذا الجهد بعيدا عن تأثير أي دولة من الدول التي وصفت بأنها تؤثر كثيرا على قرارات المعارضة، لا بل تسلبها حرية القرار؟ لا يمكن، سيكون هناك تأثير ما لكن هذا ليس ذريعة كي لا نقوم بأي عمل. نستطيع أن نعقد ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومقابلات في كل أطراف العالم، ونستطيع أن نصوغ، أنا بكرة يكلفوني بقعد أنا وثلاثة ونعمل لنا هالوثيقة المطلوبة، مين راح يجي يضغط علي؟ يعني مين هو اللي راح يجي يمنعني؟ ثم علينا أن نفكر من جملة المخارج في وضعنا الذاتي بأن يكون لدينا هامش من الاستقلالية الذاتية عن جميع الأطراف، أو أن نتعامل مع بقية الأطراف باعتبارنا شركاء ولسنا أتباع لأحد. علينا أن نخرج من عقلية التبعية، علينا أن نخرج من عقلية أنه نحن والله لا نحن تابعين وما بيطلع معنا شيء، لا بيطلع معنا شيء بطبيعة الحال طول ما الشعب السوري مقاتل ويقول حرية وسوريا بدها حرية والشعب السوري واحد وهو حتى الآن يرفع أعلامه وينزل مظاهرات وإلى آخره. علينا أن نكون جديرين بتمثيل هذا الشعب وأن نحول تمثيلنا صفتنا التمثيلية إلى صفة قيادية، ما حد يقدر يمنعنا يا أخي نصير قادة لشعبنا. نعم، معنا الآن من واشنطن جو معكرون الباحث في المركز العربي بواشنطن. أستاذ جو، هل هناك الآن رؤية أمريكية أو سياسة أمريكية صارت واضحة بشأن سوريا برأيك بعد اتفاق هامبورغ بين ترامب وبوتين؟
يعني للأسف ليس هناك رؤية واضحة، يعني هناك الآن إطلاق نار، وقف إطلاق النار جزئي بدون رؤية لما بعد مرحلة داعش التي يبدو أنها دخلنا في مرحلتها الآن. فبالتالي يعني لا يوجد فعلا هناك محاولة صيغة لمساعدة الأكراد في سوريا، لمساعدة الطرف الأردني والإسرائيلي، لمحاولة إجراء حلول جزئية بدون نظرة إلى حل شامل بالمطلق لسوريا. المشكلة أن البنتاغون هو الذي يقود الآن السياسة في سوريا، الخارجية منهمكة بتحديات أخرى في المنطقة وحول العالم، فبالتالي هناك رؤية عسكرية محضة من هذا الإطار وعدم رؤية حل سياسي. هذا سيؤدي ربما إلى اضطرابات في جنوب سوريا إذا فعلا لم نستبق أي مشاكل مرتقبة أكان بين الفصائل أو أكان بين الأطراف. هناك يجب يعني انخراط المعارضة السورية في هذا الحل. لا أعتقد أن إذا هناك فيتو إيراني ستمشي الأمور في الجنوب الغربي بدون اضطرابات في أماكن أخرى. يعني الموضوع حساس، يعني الرهان على حل جزئي في الجنوب بدون رؤية شاملة لكل هذه الأمور سيقوض أستانا وجنيف وكل المسارات السياسية. يعني للأسف هناك استمرار لسياسة الإدارة السابقة الآن بدون رؤية أوسع لتحديات سوريا والمنطقة. طيب، طالما أن جنرالات البنتاغون هم من يديرون الشأن السوري كما قلت قبل قليل سيد جو معكرون، هل هم فعلا بصدد التصدي للوجود الإيراني في جنوب شرق سوريا حول التنف باتجاه المناطق الشرقية في سوريا دير الزور وغيرها أم لا؟ في النهاية هم لا يعبؤون إلا في بإيران في مناطق محددة في جنوب غرب سوريا ليس إلا. يعني لو كان هناك نية لمواجهة إيران لما حصل اتفاق الروس الأمريكي. جزء من الاتفاق الروس الأمريكي هو اتفاق على إخراج الميليشيات المدعومة من إيران، إخراج المتشددين، محاولة إيجاد صيغة للتعايش بين النظام والفصائل برعاية أردنية أمريكية، وبالمقابل هناك تحصل إيران على خط إمداد ربما من أبو كمال، ويترك هذا الخط الجنوب الغربي للمصالح الأمريكية الأردنية. هذه هي المحاولة الآن. لا نعرف، المشكلة إيران قالت إنها ليست ملزمة بهذا القرار، فبالتالي قد ترسل بعض الأمور وتحاول، يعني وقف إطلاق النار صامت حتى الآن عموما في هذه المنطقة. نعم، لكن هي تترك الأمور مبهمة، تقول أنا لست ملزم، هناك اتفاق أمريكي روسي، أنا غير ملزمة. يعني إذا المشكلة أن الهدنة ليست مكتملة بعد، هناك بعض العوائق، بمعنى من ينتشر من أين. نعم، ولذلك أسمينا فقرة اليوم أستاذ جوبي تفكيك القضية السورية. هناك تطور آخر على الحدود اللبنانية بعد قصة عرسال، حسن نصر الله يهدد أمس باقتراب هذه المعركة، واليوم يجبر عدد من اللاجئين السوريين مئات في الواقع على العودة إلى كنف النظام. يعني واضح أن هناك محاولات لحسم العدد من الجبهات، وواضح أن في لبنان هناك غطاء أيضا إقليمي أبعد من سوريا وروسيا لمحاولة طي هذا الملف. فبالتالي يعني هذا الموضوع أعتقد جزء من التعقيدات السورية كما ذكرت. المشكلة أنا لا أعرف أن لأي مدى الحكومة اللبنانية مستعدة للانخراط بحوار حول اللاجئين. ربما ستنتظر ماذا ستفعل الحكومة الأردنية قبلها، لأن الأمور أمور حساسة في لبنان، هناك توازن صعب، فبالتالي بحاجة إلى غطاء ربما سعودي ربما أبعد لهذا الأمر. فبالتالي لا أرى أن هناك حوار مرتقب مباشر مع النظام السوري الآن، لكن واضح أن هناك نية من الجيش عدم انخراط في هذه المعركة لأسباب معروفة. فبالتالي ربما حزب الله يريد أن يلعب هذا الدور، هذا جزء من هشاشة النظام اللبناني بشكل عام. فبالتالي يعني لا أتوقع مفاجآت كبيرة في لبنان. نعم، أريد أن أسمع رأي أستاذ ميشيل كيلو بشأن ما يتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان، ويبدو بحسب كثير من المعارضة السورية وبحسب الواقع على الأرض أن هناك سعي لدفع أو تطفيش اللاجئين السوريين ليعودوا إلى كنف النظام، ما قولك؟ سيدي العزيز، أخرج حزب الله من منطقة القصير 80 ألف سوري، قسم منهم لا بأس به، عدد كبير منهم حوالي 40 ألف ذهبوا إلى لبنان، ثم أتى غيرهم من القلمون حيث قام حزب الله بأنشطة عسكرية. طبعا لم يدعوه احد كي يدخل على سوريا بانشطه من اجل ان يعني يهدئ الاحوال او من اجل ان يحارب السوريين. على كل حال، اليوم حزب الله يريد ان يضغط على هؤلاء الناس كي يرجعوا الى النظام، علما بانهم لا يريدون ان يعودوا الى النظام. هؤلاء كانوا من اوائل من قاموا بالثوره في سوريا،
ويقولون نحن نريد أن نعود إلى مواطننا، إلى قرانا ومدننا وبلداتنا، ولكن باعتبارنا سوريين مستقلين عن النظام، لا نريد أن نعود إلى النظام وإلى حكم المخابرات وإلى عمليات الملاحقة والمداهمة والقتل، خاصة أن عشرات الآلاف منهم محكومين كإرهابيين وعليهم أحكام صادرة بالقتل وبالموت، آلاف الأطباء، المهندسين، المثقفين، المحامين، أساتذة الجامعة، المدرسين إلى آخره، حكموا باعتبارهم إرهابيين بالإعدام. وين بدو يرجعون حزب الله؟ قتلهم ببلدهم ولاحقهم ليقتلهم ببلده، ثم بدو يرجعون على الموت مرة أخرى لعند النظام. شكرا جزيلا. من باريس الكاتب والمعارض السوري ميشيل كيلو، كما أشكر ضيفنا في واشنطن جو معكرون الباحثة في المركز العربي هناك. والشكر لكم أنتم مشاهدين على طيب المتابعة. غدا حلقة أخرى من برنامج للخبر بقية. كونوا بخير.